بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ جمع قبل 200 أو 300 ريال. إيش؟ قبل 200 أو 300 ريال. حصل عنده اختلاف صلاة المغرب والعشاء عند الوضوء، يكون بارد ونستطيع الوضوء نتيمم. وفعلا هي عنده شخص شبطه وسخ الماء، قال له توضي أنا جابرد لبنت يمن، وتوضى لأحمل ماء، ويقول أنه شديد الهواء، يقول أنه توضيت بارد لازم أحط وجهة هواء عشان ما يتأثر. نعم. وجمع صلاة المغرب تقديم والعشاء مع المغرب. نعم. صلوا النافلة بخوف أن يقضى الوضوء وأوتر. نعم. جواب. فهذه هذا العمل جمع أشياء. الأول هؤلاء الذين تيمموا مع إمكان إسخان الماء والتوضؤ به صلاتهم باطلة، وعليهم أن يعيدوها، لأن الله عز وجل إنما أباح لنا التيمم إذا لم نجد الماء أو كنا مرضى لا نستطيع استعماله. وأما صلاتهم العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم إيتارهم بعد ذلك فهذا صحيح لا بأس به، لكن الذين لم يتوضوا هؤلاء عليهم الإعادة، عليهم إعادة المغرب والعشاء وإعادة النوافل إذا شاءوا، لأن النافلة نافلة من شاء قضاها ومن شاء لم يقضها. ثم قولوا أن الهواء بارد، الحمد لله فيما يتقى به الهواء، الخيمة منصوبة قائمة يتقي بها الهواء، استدبار الهواء، إذا جعلت الهواء خلف ظهرك ما أضرك. شرط التيمم، شرط عدم الماء والمرض، المرض الشرط الواحد تعذر استعمال الماء سواء بمرض أو فقد الماء أو يكون بارد ما نستطيعه ولا عندنا ما نستخدم به. سبحان الله، الناس إذا خضعوا للكسل صار الشيء عندهم هينا، بمعنى أنه يهون عليهم تضيع الواجبات. كان الناس السابق يسافرون في الشتاء على الجمال ويتعرضون لمثل هذا البرد أو أكثر، ومثل هذه الريح أو أكثر، يقفون على الغدير قد جمد أعلاه ثلج فيكسرون الثلج ويغتسلون به، يكسر الثلج ويغتسل بالماء الذي تحته ويصبر، لأن عندهم قوة إيمان. وإن كنا لا نوافقهم على هذا العمل لأن هذا يخشى منه على النفس، لكن مع ذلك ما يهتموا بها. وهؤلاء يسخلوا منه ويقول ما نتوضأ، نخاف إذا زالت سكونته نبرد. سبحان الله، اللهم السلام. نعم شيخ. نعم. الله عنك، بعض العوام إذا وجد الماء بارد يتيمم مباشرة ولا يسخنه، هل يؤمر بقضاء الصلوات القديمة؟ نعم، الذي يتوضأ الذي يتيمم مع إمكان استعمال الماء بعد التسخين عليه أن يعيد الصلاة، أن يقضي الصلاة.